وسلم هي الأوقاف بنا اليوم الجمعة الخامس والعشرون من وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد بخار جمعة عدد واحد ضمن اللحوم ليبلغ عدد ما وصل إلى محافظة قنا من وزارة الأوقاف 8 أطنان وذلك لتسليمه على الفور إلى مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا لإيصالها إلى الأسر الأكثر احتياجا ورعاية. حفظ الله أسرى وشعبها وأمن الله أسرى وغشها.